بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناتي قناه لايف زوك دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده هنعرف مع بعض امتى تلبس الكلب طوق، امتى تلبسه سلسله، امتى تلبسه الكمامه. طبعا الحاجات دي ليها مراحل وليها اوقات معينه علشان الكلب نفسيته ما تختلفش. الحلقه دي انا هقسمها حلقتين، جزء اول وجزء تاني، علشان نشوف الجزء الاول هو تاثير الكلب بالطوق والسلسله لما يلبسها مره واحده، والحلقه الثانيه ان شاء الله هيكون فيها ازاي تعالج السلوك ده وتخلي الكلب يلبس الطوق والسلسله من غير ما يزهق ولا نفسيته تختلف. تعالوا نشوف. حاجة تبدأها مع الكلب ان انت تلبسه الطوق في البداية، تديله فرصة على الاقل 5 ايام اسبوع وهو الطوق في رقبته بس مش اكتر. هو طبعا اول ما هتلبسه الطوق هيتضايق وهيزهق وهتلاقيه بيغير في تصرفاته لانه هيبقى عايز يخلع الطوق من رقبته، لكن مع الوقت هو هيعتاد ان ده شيء موجود ومش هيقدر ان هو يشيله، فهيضطر ان هو يستسلم لوجود الطوق في رقبته. انت تطلع تدربه وتطلع تلعبه كل حاجة والطوق موجود في خلال الفترة اللي هي الاسبوع دي. بعد ما الكلب يعتاد على ان الطوق موجود في رقبته هتبدأ ان انت تضيف له السلسلة، لكن اول ما هتضيفها طبعا بسرعة هتلاقي الكلب رد فعله اختلف وبقى زي ما هنشوف كده. في طريقة انت لازم تتعامل بيها مع الكلب في حتة ان انت تلبسه الطوق ازاي. هتجيب الطوق وبكل هدوء خالص هتبدأ تطبطب على الكلب وتحاول ان انت تلبسه الطوق بالراحة علشان هو ما يتضايقش فجأة ويحس نفسه ان هو اتأيد. طب هتفضل سايب الطوق ده مدة قد ايه؟ هتسيب الطوق في رقبة الكلب مدة 5 ايام او اسبوع، هتسيبه يتحرك بيه ويلعب بيه وكل حاجة وهو متعلق في رقبته. في البداية ممكن يتزهق منه ويحاول يفكه باي شكل، لكن مع الوقت هو هييأس من انه هو يحاول يفك الطوق فهيستسلم للامر الواقع وهيسيب الطوق زي ما هو وهيبدأ يتحرك عادي خالص والطوق موجود في رقبته. زي ما احنا شايفين كده انا لبست له الطوق خلاص وسبته ان هو يتحرك براحته خالص والطوق موجود. هو طبعا طول ما هو حاسس بحريته لسه فهو مش بيتأثر بشيء. Thank you.
السلسلة وتأثيرها على الكلب عموما بتأثر في سلوكه وبتغير من تصرفاته في حاجات كتير. الكلب لو ربطته وقت طويل بسلسلة يا إما هيبقى عدواني، يا إما هيبقى جبان جدا، يا إما لما هتيجي تخرج مش هيمشي جنبك. الحاجات دي كلها بتعملها السلسلة لأنها بتأيد حركة الكلب وبتخليه هو ما يعرفش يتحرك بحريته. وانت بتربي الجرو وهو صغير هتلاحظ فرق كبير قوي بين انك مش رابط له سلسلة خالص فبتلاقيه يمشي جنبك، كل ما تروح في حتة تلاقيه ماشي معاك. طبعا الحاجات دي كلها لانه هو واخد حريته والطاقة الزيادة اللي عنده هو بيفرغها. لكن في حالة ان هو اتربط بالسلسلة في وقت تاني هو ما هوش عارف فيه يفرغ الطاقة بتاعته ولا عارف يتحرك من مكانه، فممكن تأثر على شخصيته بان هو يبقى عدواني او ان هو سلوكه يبقى مضطرب. لما يمشي معاك يبقى عايز ياخد حريته فيجري يمين وشمال. الحاجات دي كلها بتأثر بالسلسلة. طبعا زي ما شفنا الكلب ثبت مكانه في الأرض ومرضيش يتحرك، أنا ربطته زي ما حضراتكم شفتوا كمان في السلسلة وهي ثابتة برضو نفس الموضوع، وشكله اختلف وبان عليه الحزن وكمان نفسيته اتأثرت. طبعا كل الحاجات دي بتأثر في الكلب بشكل إيجابي جدا وبتغير من سلوكه وممكن كمان تخليه يخاف إن هو يقرب منك. فعلشان تعالج الموضوع ده هنعالجه بس في الحلقة الجاية. يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة، أشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.